عظيم هو الله كل القدرة، مرتفع فوق الجميع، خلق السماوات والأرض بكلمته. السماوات بتحكي بمجده، والفلك بخبر عن عمل إيديه. لما بنتطلع على السماء منشوف عظمة الخالق رب العالمين الرحيم. خلق الله كل أنواع النباتات وكل أنواع الحيوانات، وبعدها جبل الإنسان الأول من تراب الأرض ونفخ فيه نسمة الحياة. هذا الإنسان الأول سماه الله آدم. بعد هيك خلق الله المرأة حتى تكون شريكة آدم ورفيقته وسماها حواء. خلق الله الرجل والمرأة عشان يستمتعوا بعلاقة وشركة قريبة معه. عاش آدم وحواء بسعادة وسلام في محضر الله في جنينة حلوة اسمها عدن، وما كانش فيها أي وجع أو موت. وقال الله لآدم: من كل شجر الجنة بتقدر تأكل، بس إذا أكلت من الشجرة المحرمة رايح تموت. في يوم إجا الشيطان علشان يجرب حواء، فأكلت حواء من الشجرة المحرمة وأعطت جوزها يأكل، وبسبب هذا التصرف المخزي انكسرت علاقتهم مع الله. الله قدوس والناس الخاطين ما بيقدروا يعيشوا في محضره. فطرد الله آدم وحواء من الجنة وبطل يقدر يعيشوا مع الله لأنهم ما أطاعوه. ونتيجة هذا الإشي آدم وحواء وكل نسلهم عانوا من الألم والموت والانفصال عن الله. بس الله المحب الحنون مستمر بمحبته للبشر، وكان هو مدبر طريقة علشان يرجع الإنسان عنده حتى يعيش معه. في الكتاب المقدس الله بيعلن عن خطة تيخلص البشرية من الخطية وعقابها والعار اللي بيكون نتيجة الخطية، حتى يقدر البشرية يرجعوا في شركة وعلاقة مع الله. وأعلن الله جزء من هاي الخطة للنبي إبراهيم. صدق إبراهيم الله وأكرمه، والله وعده أنه يباركه ويبارك الأمم والشعوب بسببه. ووعده كمان إنه نسله رح يكون مثل عدد رمل البحر وعدد النجوم في السماء. آمن إبراهيم بالله، وبسبب إيمانه الله أعلن إنه إبراهيم رح يكون واحد من خدامه الأبرار، والناس سموه خليل الله. وفي يوم امتحن الله إبراهيم عشان يشوفه إذا رح يثق فيه وإذا بطيع وصاياه. طلب الله من إبراهيم إنه يقدم ابنه ذبيحة لإله. عرف إبراهيم إنه من خلال ابنه الوحيد هذا الله وعد إنه رح يعطيه نسل كتير، ومع هيك أطاع إبراهيم الله. عشان هيك جهز ابنه علشان يموته ويقدمه ذبيحة لله. ورفع إبراهيم سكينته، والله قال له: يا إبراهيم ما تأذي الصبي، أنا بعرف إنك بتخافني ومستعد إنك تطيعني. وشاف إبراهيم كبش قرونه عالقة في شجرة صغيرة، وأخذ إبراهيم الكبش اللي الله دبره وقدمه ذبيحة لله بدل ابنه. ولما الله الرحيم الرؤوف دبر الكبش الذبيحة عشان يموت محل ابن إبراهيم، الله ورجى محبته العظيمة لكل الناس. هاي المحبة مثل محبة الأب الصالح لأولاده. وكمان الله أعلن عن خطته حتى يدبر الذبيحة العظيمة علشان يموت بدل البشر. من زمان كتير الله أعلن لأنبيائه إنه رح يبعث شخص ما عمل خطية حتى يكون الذبيحة العظيمة بدل نسل إبراهيم،
حتى يزيل الخطية والعار. تضحيته هاي رح تفتح الطريق لكل واحد بيآمن فيه انه يقدر يعيش مع الله بشركة للأبد. الأنبياء سموا هذا الشخص المسيا أو المسيح، وقالوا انه هذا المسيح رح يخلص البشر ويكون ملكهم وسيدهم ويهدي حياتهم لمعرفة الله. قبل مئات السنين من جينته اتنبأ الأنبياء عن المسيح وعن شو رح يعمل وشو رح يصير معه. النبي داود بالوحي بيخبرنا انه الله بينادي المسيح انت ابني. الأنبياء ما كان قصدهم نبوة جسدية، حاشا لله. فمعنى ابن الله هو وصف للعلاقة الحميمة بين المسيح والله ودوره كالمخلص والملك. والنبي أشعياء تنبأ وقال إن العذراء رح تحبل وتولد ولد، وهذا الولد هو كلمة الله الأبدية اللي أرسلها لعذراء تيولد كإنسان حتى الله يظهر ذاته للبشر. والأنبياء تنبأوا كمان بأنه المسيح رح ينولد في بيت لحم، وخبرونا كمان عن دخوله لأورشليم كالملك، وعن خيانة يهوذا لإله مقابل 30 قطعة من الفضة. وكمان الأنبياء قالوا إنه المسيح رح يضحي بحياته وإنه الله رح يقومه من الموت في اليوم الثالث. وسموا الأنبياء المسيح ابن الإنسان، وهو رح يقعد على عرش العظمة، والله رح يعطيه السلطة على كل الشعوب للأبد. قبل 2000 سنة عاش في هذا العالم شخص اسمه يسوع. لما الناس شافت الأشياء اللي هو عملها اتساءلوا هل هذا هو المسيح؟ وهل حياة يسوع تممت ايش حكوا الأنبياء عن المسيح؟ هذا الفيلم بيحكينا مين هو يسوع وعن بعض الأشياء اللي هو قالها وعملها زي ما هي مكتوبة في الإنجيل المقدس. في هذا الفيلم منشوف ممثل بيعمل دور يسوع، مع انه ما في شخص بيستحق يعمل هذا الدور، بس القصد من هيك انه نقدر نعرف ونتعلم اكتر عن حياة يسوع وعن البركات اللي الله بده يعطينا اياها. اصحابي الاعزاء، رح نخبركم عن الاشياء اللي صارت من البداية عشان تعرفوا صحة التعليم والحق اللي اعطانا اياه يسوع المسيح. في الوقت اللي كان فيه أغسطس قيصر إمبراطور روما، كان هيرودس الكبير ملك منطقة اليهودية. الله بعت الملاك جبرائيل لبنت صبية من مدينة الناصرة، واسم الصبية هاي مريم. ما تخافي يا مريم، لأن الله أنعم عليك. أنت رح تحبلي وتجيبي ولد وتسميه يسوع. كيف هذا الشيء؟ أنا مش متجوزة. الروح القدس بحل عليك وقوة العلي بتغطيك، عشان هيك القدوس اللي رح تولديه بتسمى ابن الله. وراحت مريم تزور قريبتها اللي حبلت هي كمان بمعجزة إلهية. اليصابات مريم، قريبتي مريم، انت مباركة اكثر من النساء، ومبارك الجنين اللي في بطنك. لما سمعت صوت سلامك فرح الجنين وتحرك في بطني. نفسي بتعظم الرب الهي وبتفرح بالقدير مخلصي، لانه شاف انكسار قلبي. من اليوم كل الاجيال راح تتذكرني وتباركني. اسمعوا يا سكان الناصرة، بأمر أغسطس قيصر رح يتم إحصاء كل سكان منطقة الجليل واليهودية، ولازم كل واحد يروح يتسجل في المدينة أو القرية اللي أصل عيلته منها.
ومريم راحت على بيت لحم في منطقة اليهودية عشان تتسجل هي وخطيبها يوسف. بس ما لقوا في بيت لحم مكان يباتوا فيه غير حظيرة متواضعة. وكان في هديك المنطقة رعيان سهرانين يحرسوا غنمهم، وفجأة ظهر إلهم ملاك الرب ومجد الرب نور حواليهم. اليوم انولد إلكم في مدينة داود مخلص، وهو المسيح الرب. والرعيان راحوا بسرعة عشان يشوفوا الطفل المولود اللي محطوط في مذود، وهيك كانوا هم أول من نشر الإنجيل واللي هو الأخبار السارة عن الأم العذراء وعن ميلاد المخلص. وبعد أسبوع لما صار ميعاد ختان الطفل سموه يسوع. وبعدها يوسف ومريم أخذوا ابنهم للهيكل في أورشليم عشان يقدموه للرب. وفي الهيكل كان في رجل عنده مخافة الله اسمه سمعان، وكان ربنا أوحاله بالروح القدس إنه مش رح يشوف الموت قبل ما يشوف المسيح المخلص. هلأ يا رب بتطلق عبدك بسلام بحسب كلامك. لأنه عيني شافوا خلاصك، هذا الطفل مختار من الله. الله يبارككم. ولما كملوا كل الواجبات بحسب شريعة موسى تركوا أورشليم ورجعوا عن ناصرة. ولما صار عمر يسوع 12 سنة أخذوه مريم ويوسف لأورشليم عشان عيد الفصح، بس هم راجعين فكروا إنه مع الأصحاب، بس يسوع طولت غيبته. فرجعوا على المدينة عشان يفتشوا عليه، وبعد 3 أيام لقوه قاعد في الهيكل بين المعلمين والشيوخ. ابن مين هذا اللي عم بيسأل أسئلة مثل هاي؟ هو من الناصرة، فكرناه روح معنا، ما تأخذوا على حماسه. وكل اللي سمعوه اتعجبوا من كلامه. يا ابني ليش هيك عملت فينا؟ أنا وأبوك كنا خايفين مندور عليك. ليش بتفتشوا علي؟ تعرفوش انه لازم اهتم بامور ابوي السماوي؟ ورجع معهم عن ناصرة وكان يكبر وينمو في النعمة والحكمة عند الله والناس. في السنة 15 من حكم القيصر تيباريوس، كان وقتها بيلاطس حاكم على منطقة اليهودية، وهيرودس حاكم على الجليل، وحنان وقيافة رؤساء الكهنة. اجت كلمة الله ليوحنا في البرية، فراح لكل المنطقة حوالين نهر الأردن عشان يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. توبوا عن خطاياكم وتعمدوا عشان الله يغفر خطاياكم. هذا هو اللي مكتوب في كتاب النبي أشعياء: صوت صارخ في البرية بنادي، أعدوا الطريق للرب إلهنا، خلوا طرقه مهدة حتى يرتفع كل وادي، كل جبل وتل ينخفض، فبتصير الطرق المعوجة مستقيمة والطرق الوعرة سعة.
أهلي وحتى كل البشر رح يشوفوا خلاص الله. شو نعمل؟ خبرنا شو لازم نعمل يا أولاد الأفاعي. شو بدك إيانا نساوي؟ ساعدنا، دلنا على الطريق. اللي عنده ثوبين خليه يعطي واحد فيهم للي ما عنده، واللي عنده أكل يشارك غيره. يا معلم، نحن منحصل الضرائب، شو لازم نعمل؟ ما تحصلوا أكثر من اللازم. طيب وشو معنا نحن؟ شو نعمل؟ ما تأخذوا مصاري حدا بالقوة، ولا تتهموا حدا زور، واكتفوا باللي بيندفع لكم. قلنا انت هو المسيح؟ انا بعمدكم بالمي، بس رح يجي حدا اعظم مني اللي انا ما بستاهل افك حتى رباط صندله، وهو رح يعمدكم بالروح القدس ونار اللي مذراته بايده، ورح يفصل القمح عن التبن ويحط القمح في مخزنه. ونزل الروح القدس على يسوع بشكل حمامة. وطلع صوت من السماء وقال: أنت ابني الحبيب، فيك فرحت. ولما بلش يسوع خدمته كان عمره حوالي 30 سنة، ورجع من نهر الأردن مليان من الروح القدس، وكان الروح يوجهه في البرية. وبنفس الوقت إبليس جربه لمدة 40 يوم، وفي هذيك الأيام ما أكل ولا إشي. وإبليس قال له: إذا كنت أنت ابن الله خلي هذا الحجر يصير خبز. مكتوب إنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، لكن بكل كلمة تخرج من الله. وبعدين أخذوا إبليس وبلحظة فرجاه كل ممالك العالم. رح أعطيك كل هذا السلطان والمجد لأنه إلي انعطى، وأنا لمين ما بدي بعطيه. كل هذا رح يكون إلك إذا سجدت لإلي. مكتوب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وبعدين أخذوا إبليس لأورشليم ووقفوا على جناح الهيكل. إذا كنت فعلا ابن الله ارمي حالك من هون، لأنه مكتوب إنه الله بيبعث ملائكته حتى يحفظوك، وإنه على إيديهم بيحملوك حتى لا يصدم برجلك حجر. كمان الكتاب بيقول: لا تجرب الرب إله.
وأجعل ناصرة البلد اللي تربى فيها. مرحبا. أهلا. ودخل المجمع زي ما كان متعود يعمل كل سبت. فدعوا لي شيوخ تيقرأ من سفر النبي أشعياء. روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين بالروح، أرسلني لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأطلق المنسحقين أحرارا، وأكرز بأن الوقت قد أتى ليخلص الرب شعبه. كلامه حلو. الكلام اللي سمعتوه أجا وقته اليوم. أجا وقته اليوم؟ بس المسيح هو الوحيد اللي بيقدر يحكي هذا الكلام. كيف بنقدر نتأكد؟ أكيد رح تقولوا لي هذا المثل، يا طبيب اشفي نفسك بالأول، وكمان رح تقولوا لي بلدك أولى تعمل فيها اللي سمعنا عنه في كفر نحوم. خليني أقولكم، مش نبي إله كرامة بوطنه. وبهالكلام أعلن يسوع إنه هو المسيح الملك اللي الله اختاره عشان يخلص الناس من عقاب خطاياهم، بس أهل الناصرة ما آمنوا فيه وصار بدهم يرموه من الجبل، بس هو مشى بيناتهم وراح بطريقه. وأجى على كفر نحوم واللي هي مدينة في الجليل، وكانت معالم الاحتلال الروماني واضحة في كل مكان، والشعب كان متشوق للمسيح عشان يحرره من الظلم والطغيان. سلام. سلام يا معلم. بقدر أركب معك يا سمعان؟ تفضل. بده يتركنا. احكي معنا، احكي معنا، احكي معنا، خبرنا يا يسوع. شخصين راحوا على الهيكل عشان يصلوا، واحد فيهم فريسي والتاني عشار. الفريسي وقف يصلي بينه وبين حاله: أشكرك يا رب لأني مش زي باقي الناس الظالمين الزانيين، وأشكرك كمان لأني مش زي جاب الضرائب هذا، بصوم مرتين في الأسبوع وبقدم لك العشر من مالي. أما العشار فوقف بعيد وحتى ما رضي يرفع راسه للسماء، وضرب على صدره وقال: يا رب ارحمني أنا الخاطئ. أقولكم شي، العشار ومش الفريسي رجع على بيته نظيف قدام الله، لأنه كل مين رفع شأنه بيتضع، وأما اللي بيتواضع رح يرتفع. ادخل بالسفينة لجوا هناك، وهناك ارموا شبككم للصيد. يا معلم، تعبنا كل الليل وما اصطدنا ولا اشي.
بس لأنك أنت قلت راح أرمش باكي هلأ. يعقوب، يوحنا، يعقوب، يوحنا، تعالوا بالسفينة تبعكم ساعدونا. يلا احنا مشغولين بالسفينة تبعنا. راح تغرقوا السفينة بصيرتكم. بكفي بكفي بكفي. اطلع من سفينتي يا رب، أنا رجل خاطي. ما تخاف، من هلأ رح تصير صياد ناس. تعالوا لعندي واسمعوا كلامي، اسمعوني ورح تحصلوا على الحياة. اطلبوا الرب ما داموا موجود، اسألوه وهو قريب. خلي الشرير يترك طريقه، واللي بيذنب يتخلى عن أفكاره ويرجع للرب عشان يرحمه، لأنه بيغفر كتير، وهيك بتروحوا بفرح والسلام بيملأكم. هيو جاي، هيو هون، اطلعوا. يسوع يسوع، أنا بترجاك تنقذ حياة بنتي الوحيدة، ارحمها يا سيدي، عمرها يا دوب 12 سنة وعم بتموت. أنا بترجاك تعال معي. يا إيروس أنا متأسف. يا يسوع، بنتك ماتت. ما تتعب المعلم. ما تخاف، آمن بس وبنتك رح تشفى. ما تبكوا، ما ماتت، هي بس نايمة. يا بنيتي قومي. أعطوها إشي تاكلوا. بطلب منكم ما تحكوا لحدا على اللي صار. وبعد هيك طلعوا شاف جاب الضرايب اسمه متى قاعد محل الجباية عشان يحصل الضريبة. الحقني.
وطلع يسوع على الجبل عشان يصلي، وقضى الليل كله بالصلاة. ولما طلع النهار نادى على تلاميذه الاثناعش اللي سماهم رسل، وهم سمعان اللي سماه بطرس، وأندراوس أخوه، يعقوب، ويوحنا، فيلبس، وبرثلماوس، متى، وتوما، يعقوب بن حلفة، وسمعان اللي لقبوا الغيور، ويهوذا أخو يعقوب، ويهوذا الإسخريوطي اللي سلموا بعدين. افرحوا يا مساكين لأنه إلكم ملكوت الله، افرحوا يا جوعانين لأنكم رح تشبعوا، افرحوا يا باكين لأنكم رح تفرحوا، افرحوا إذا الناس كرهوكم ورفضوكم وأهانوكم واتهموكم بالزور عشان بتتبعوا ابن الإنسان، افرحوا في هيك يوم انبسطوا لأنه إلكم أجر كبير في السماء، لأنه أبياتهم عملوا نفس الشي بالأنبياء. ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرين. هذا كل اللي معي. شو يعني هذا يا ويلكم يا غنيا اليوم، لأنكم أخذتوا نصيبكم من الدنيا. هذا ما بدوش يكون غني، هذا شكله مجنون. يا ويلكم يلي بتضحكوا هلأ، لأنكم رح تحزنوا وتبكوا. يا ويلكم إذا مدحوكم الناس، لأنه هيك أبياتكم عملوا مع الأنبياء الكذابين. بس اسمعوا اللي رح أقوله منيح، حبوا أعداءكم، اعملوا خير مع اللي بيكرهوكم، باركوا اللي بيلعنوكم، صلوا عشان اللي بيغلطوا بحقكم، إذا حد ضربك على خدك الشمال دير الخد التاني كمان. ولو حد أخذ منك توبك ما تمنعه. أي حد بيطلب منك شيء أعطيه. ولو حد أخذ أغراضك ما تطالبوا فيهم. عامل غيرك زي ما بتحب انه يعاملك. اذا حبيتوا بس الناس اللي بيحبوكم، شو المنيح اللي عملتوه؟ حتى الخاطئين بيعملوا هيك. واذا عملتوا خير بس للناس اللي بيعملوا لكم خير، شو المنيح اللي بتكونوا عملتوه؟ حتى الخاطئين بيعملوا هيك. كيف بلمسها؟ كيف بحكي معها؟ يا عيب الشوم.
لا، حبوا أعدائكم واعملوا لهم خير، داينوا ما تتوقعوا سداد الدين، وهيك بيكون إلكم أجر كبير وبتكونوا أولاد الله العلي، لأنه بينعم على الصالحين وعلى الأشرار. كونوا رحيمين زي ما أبوكم رحيم. خلصنا يا يسوع. ما تحكموا على الناس فما بنحكم عليكم. لا تدينوا عشان ما تندانوا. اغفروا بينغفر لكم. ارشدنا يا رب. اعطوا فرح ينعطى لكم، لانه بنفس المقياس اللي بتعطوا رح تاخدوا. الاعمى ما بيقدر يمشي اعمى، واذا عمل هيك التنين بيقعوا بحفرة. وليش بتقدر تشوف عيوب اخوك اما عيوبك فما بتقدر تشوفها؟ علمنا يا معلم. محتاجينك يا رب. نيال الام اللي حملتك ورضعتك. حقيقة نيال الناس اللي بيسمعوا كلام الله وبيطيعوه. مين بيكون هذا الرجل؟ بتفكر انه هو المسيح؟ والفريسي عزم يسوع على العشاء عنده بالبيت، فراح وقعد عنده عشان ياكل. يلا يا اولاد اطلعوا برا هلا، سمعتوا؟ روحوا، هدول الاولاد مزعجين. شو هاي بتعمل هون؟ مش عارف. لو انه نبي عن جد كان عرف مين هاي المرة اللي عم تلمسه. كان عرف قديش اخلاقها فاسده. انا بعرف مين هاي المرة يا سمعان، بس اسمعني هقولك، في رجل مدين شخصين، الاولاني بخمسمية والتاني بخمسين، ولما ما كان معهم يسدوا الدين سامحهم. مين برأيك فيهم رح يحبوا اكتر؟ أظن اللي سامحوا بالدين الأكبر. صحيح. شايف هاي المرة؟ أنا دخلت بيتك ومي لغسل رجلي ما أعطيتني، أما هاي فغسلت رجلي بدموعها ومسحتهم بشعر راسها. أنت ما استقبلتني ببوسي، أما هي ما بطلت تبوس رجلي. أنت ما دهنت راسي بزيت، وأما هي دهنت رجلي بالطيب. بحب أقولك خطاياها الكتير انغفرت لأنها حبت كتير، واللي بينغفر له قليل رح يحب قليل. مغفورة إلك خطاياك، إيمانك خلصك، روحي بسلام. وبعد هيك كان يسوع يتجول ويبشر بملكوت الله، ومعه ال 12 تلميذ وكم ست كان يسوع شفاهم من الارواح النجسة. مريم اللي كان لقبها المجدلية، يوانا مرت خوذي وكيل هيرودس، وسوسنة.
أما هيرودوس حاكم الجليل الروماني فكان حط يوحنا المعمدان في السجن لأنه اعترض على زواجه من زوجة أخوه. قل لي، ومن باب مدينة نايين كان طالع موكب جنازة، وكان الميت ابن وحدان لست أرملة، ولما شافها يسوع شفع عليها فلمس النعش وقال يا شاب قوم، فقام الشاب الميت ويسوع رجعه لأمه. اسأله قل له أنت المسيح اللي بنستنى جينته ولا نستنى حدا تاني؟ يا معلم. يا معلم، يوحنا المعمدان بعتنا نسألك، انت المسيح المنتظر ولا نستنى حدا تاني؟ روحوا قولوا له اللي شايفينه، العمي بيفتحوا والعرج بيمشوا، يا نيالو اللي ما بيشك فيه ابدا. بابا ارفعني. جعبت على كتفي، شايفه هلا؟ انا شايف يسوع. طلع الزارع عشان يزرع ارضه، وهو بيزرعها وقعت منه حبوب على الطريق فدعستها الرجلين واكلتها طيور السماء، وجزء منها وقع على الصخر، ولما بلشت تكبر وتنمو نشفت لانه ما لاقت مي، وجزء منها وقع بين الشوك، ولما كبر الشوك معه خنقه، وجزء وقع على ارض كويسة، ولما كبر اثمر كتير، كل حبة بمئة ضعف. يا معلم، ليش دايما بتحكي بالامثال لما يكون الناس حواليك؟ انعطالكم تعرفوا اسرار ملكوت الله، بس الباقين بحكي معهم بالامثال لانهم بيسمعوا ما بيفهموا، وبيطلعوا بس ما بيشوفوا. هذا هو تفسير المثل. الحبوب هي كلمة الله، واللي وقع منها على الطريق هم اللي بيسمعوها، بس بيجي إبليس لعندهم وبياخد الكلمة من قلوبهم عشان ما يآمنوا ويخلصوا. واللي وقع على الصخر هم الناس اللي بيسمعوا كلام الله بفرح بس ما إلهم جذور، فبيآمنوا لوقت قصير، ولما بتيجي التجارب بيرتدوا. واللي وقع على الشوك هم الناس اللي بيسمعوا بس هموم ومشاغل ومتع الحياة خنقتهم، عشان هيك ما بيثمروا. واللي وقع على الأرض الكويسة هم الناس اللي بيسمعوا كلمة الله وبيحطوها في قلبهم وبيتمسكوا فيها وبيثمروا. ما حدا بيولع قنديله بغطيه أو بخبيه تحت التخت، بالعكس بيحطه في محل عالي عشان الناس يشوفوا النور وهم داخلين. فيش اشي مخبى وما رح ينكشف، ولا سر مكتوم وما رح ينعرف. فانتبهوا إذن للي بتسمعوه، لأنه اللي عنده رح ينعطاله أكتر، أما اللي فيش عنده فاللي بيفكروا لإله رح يتاخد منه. يا معلم، إمك وأختك هيهم واقفين برا بدهم يشوفوك. امي واخوتي هم اللي بيسمعوا كلام الله وبيطبقوه. وفي يوم من الايام
ركب يسوع السفينة مع تلاميذه وقال لهم خلونا نعبر البحيرة. ولما كانوا بالسفينة نام يسوع. وين إيمانكم؟ وبعدين عبروا البحيرة لمنطقة الجدريين على الضفة لقبال بحر الجليل. يسوع يا ابن الله العلي، شو بدك مني؟ دخيلك ما تعذبني. شو اسمك؟ لجيون. نحن بنترجاك ما تبعثنا عن جهنم، خلينا ندخل في قطيع الخنازير. هاي ارجع لهون، وقفوا وقفوا. وطلعت الشياطين من الرجل، ارجعي، ودخلت بالخنازير. روح من هون، انت ساحر، اتركنا، اطلعوا من عنا، اتركنا، ابعدوا من هون. رح اتبعك وين ما بتروح، خليني امشي وراك. روح على البيت وخبر باللي عمله الله معك. ويسوع وتلاميذه تركوا هدولاك الناس وراحوا عن مدينة بيت صيدا. ولما الناس سمعت باللي صار لحقوا لهناك. واخر النهار قال له بطرس، يا سيد اطلب من الناس تروح، ها
هذا المكان خلا، فخليهم يروحوا على الكرة والمزارع اللي حدنا عشان يلاقوا اشي ياكلوه. انتوا اعطوهم اشي ياكلوه. بس احنا ما عندنا غير هالخمس خبزات وسمكتين. مبارك انت يا رب، يا ملك الكون، يلي بتطلع خبز من الارض. هاي خبزه، مش معقول. مين بيفكرون الناس؟ في ناس بيقولوا انك يوحنا المعمدان، وناس بيقولوا انك النبي ايليا، وناس تانيين بيقولوا انك واحد من الانبياء القدماء وانك رجعت للحياة. وانتو شو رايكم مين انا؟ انت مسيح الله. ما تقولوا لحد هذا الكلام، لأنه لازم ابن الإنسان يتعذب ويرتفض وكمان يموت وبعد 3 أيام يرجع حي. السماوات تحدث بمجدك، كم بده يتبعني؟ أنا بتبعك يا سيد، بس بالأول خليني أروح أودع كل أهل بيتي. اللي بيحط إيده على المحرات وبيطلع لورا ما بيستحق ملكوت الله. اللي بده يتبعني لازم ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويمشي وراي. اللي بده يخلص حياته لازم يخسرها، واللي مستعد يخسرها علشاني رح يربحها. شو بيستفيد الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ إذا حدا بيستحي فيه بكلامي، أنا كمان رح أستحي فيه لما أرجع بمجدي ومجد الآب والملائكة والقديسين. صدقوني، في ناس بيناتكم ما رح يموتوا قبل ما يشوفوا ملكوت الله. وبعدين أخذ يسوع معه بطرس ويوحنا ويعقوب وطلعوا مع بعض على الجبل عشان يصلي.
وهو عم بيصلي اتغيرت ملامح وجهه وصارت أوعيه بيضة بتلمع. وظهر رجلين بيحكوا معه وهم موسى وإيليا اللي ظهروا بمجد سماوي. انت رح تتمم قصد الله وراح تموت في أورشليم. وهم عم يتركوه قال بطرس ليسوع: يا معلم قديش حلو نكون هون، رح نعمل ثلاث خيام، واحدة إلك وواحدة لموسى. ولما كان بطرس بيحكي وواحدة لإيليا نزلت سحابة وغطتهم، فخاف التلاميذ. وإجا صوت من السماء وقال: هذا ابني اللي اخترته، اسمعوا لكلامه. يا معلم يا معلم أرجوك تطلع ابني ساعده، بترجاك ساعده، هذا ابني الوحيد، طلبت من تلاميذك يطلعوا منه الشياطين بس ما قدروا. انتو جيل ما عنده إيمان، لأمتى رح أضل معكم وأتحملكم؟ روح جيب ابنك. علمنا كيف نصلي زي ما يوحنا علم تلاميذه. لما بدكم تصلوا قولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمه، ليأتي ملكوته، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. اسألوا بتاخدوا، اطلبوا بتلاقوا، دقوا بينفتح لكم، لأنه كل مين بيسأل بياخد، واللي بيطلب بيلاقي، وكل مين بيدق بينفتح له الباب. في أب بينكم بيعطي ابنه حجر إذا طلب منه خبز، أو بيعطيه حي لما يطلب منه سمكة؟ إذا أنتوا بتعطوا عطايا كويسة لأولادكم،
هيك كمان الآب السماوي بيعطي الروح القدس للناس اللي بيطلبوه. خليني أقولكم، ما تهتموا كيف رح تعيشوا وتاكلوا أو حتى شو تلبسوا. الحياة أكتر من مجرد أكل، والجسد أكتر من مجرد لبس. شوفوا الطيور، لا بتزرع ولا بتحصد ولا بتجمع في مخازن، لكن الله بيرزقها. تخيلوا قديش انتوا أحسن من الطيور. مين فيكم بيقدر انه يزيد ساعة على عمره؟ إذا على هذا حتى مش قادرين، ليش بتنشغلوا بباقي الشغلات؟ فكروا بالزنبق كيف بينمو، ما بيتعب ولا بينسج. حتى الملك سليمان بجلالة قدره ما لبس زيه. إذا كان الله بيلبس هذا العشب اللي بكرة رح يرتمي في النار هيك، فكيف بالأحرى رح يهتم بلبسكم انتو؟ يا قليلين الإيمان، يا رب زيد إيماننا. لو كان عندكم إيمان قد حبة الخردل وقلتوا لهاي الشجرة انخلعي من جذورك وانغرسي في البحر رح تطيعكم. المزلات هيك هيك جاي، بس يا ويلو اللي بيتسبب فيها. أحسن له إنه يعلق حجر في رقبته ويرمي حاله في البحر، بدل ما يكون السبب بخطية حد من هدول الصغار. شو بيشبه ملكوت الله؟ بيشبه هالشي، رجل أخذ حبة خردل وزرعها في بستانه، ونبتت وكبرت وصارت شجرة بتعشش الطيور بين غصونها. مش فاهمة عن ايش عم بيحكي. ليش تاكل وبتشرب مع اللي بلموا الضرائب وهدول الخاطيين؟ المتعافين ما بيحتاجوا طبيب، بس المرضى بيحتاجوه. ما اجيت عشان احكي للابرار عن التوبة، اجيت للخاطيين. احكي لنا اكثر عن ملكوت الله، في كمان اشي؟ ما تخافوا يا حبايبي، لأنه أبوكم مبسوط إنه يعطيكم الملكوت. بيعوا ممتلكاتكم وأعطوا الفلوس للفقراء. لا تهتموا لشي واكنزوا لحالكم كنوز بالسماء، كنوز ما بتخرب أبدا، لأنه ما بيقدر يوصلها سرائين ولا بيقدر يضربها السوس. وين بيكون كنزك بيكون قلبك كمان. يا ست، انت انشفيتي من مرضك. نقدر نشتغل فيها، تعالي بواحدة من هاي الأيام وانشفي فيها، بس مش يوم السبت. يا منافقين، مين منكم ما بياخد حماره أو توره من الزريبة عشان يسي يوم السبت؟ هاي ست من نسل إبراهيم، الشيطان ربطها 18 سنة، مش واجب علينا نفكها حتى لو يوم السبت؟
يا المعلم الصالح، شو لازمني أعمل عشان أخذ الحياة الأبدية؟ ليش بتناديني صالح؟ فيش حدا صالح إلا الله. أنت عارف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تشهد بالزور، أكرم أبوك وأمك. طول عمري من وأنا صغير وأنا بطيع هاي الوصايا. بينقصك بس شغلة واحدة تعملها: بيع أملاكك وأعطي حقها للفقراء عشان يكون عندك كنز في السماء، وبعدين تعال وإلحقني. بس نحن تجار غنيا. ما أصعب دخول الناس اللي معهم فلوس لملكوت الله، لأنه دخول الجمل من خرم الإبرة أسهل من دخول غني لملكوت الله. إذن كيف بنخلص؟ المستحيل عند الناس الله بيقدر عليه. بس أنت بيجي ملكوت الله؟ ما في علامات تتراقب عشان ملكوت الله، ولا رح يقولوا اطلعوا هيو هون ولا هناك، لأنه ملكوت الله جواتكم. رح يجي وقت تتمنوا فيه تشوفوا يوم من أيام ابن الإنسان، بس مش راح تشوفوا. وزي ما البرق بيلمع في السماء عشان يضوي من جهة للتانية، هيك بتكون جينة ابن الإنسان. بس قبل هيك لازم هو يتوجع وولاد هذا الجيل يرفضوه. زوال السماء والأرض أسهل من إنه نقطة واحدة من الشريعة تسقط. بس بقولكوا أنبياء وملوك كتار تمنوا يشوفوا اللي بتشوفوه بس ما شافوا، ولا حتى قدروا يسمعوا اللي بتسمعوه. طيب شو نعمل؟ شو بتقول الشريعة وكيف بتفهمها؟ حب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك، وحب قريبك زي ما بتحب نفسك. مزبوط، طبقها بتعيش. ومين هو قريبي؟ أكيد مش هدول الجنود. شو مع قيصر؟ كان في رجل مسافر من أورشليم لأريحة، وهجموا عليه سراقين وضربوه ونشلوه وتركوه بين الحياة والموت. فمر من جنبه كاهن، ولما شافه مشي على الطرف الثاني. بعدها مرق رجل من خدام الهيكل فما قرب عليه وضل مكمل بطريقه. وبعدين مرق رجل سامري غريب، ولما شافه شفق عليه وقرب منه ودواه ودهن جروحه بالزيت. وبعدين ركبوا على الدابة وجابوا لفندق واهتم فيه. وتاني يوم أعطى صاحب الفندق فلوس وقال له دير بالك عليه، وشو ما بيكلف أنا بسدلك إياه بس أرجع. فأي واحد من هدول الثلاثة كان قريب هذا الرجل؟ الرجل اللي ساعده. فإذا أنتوا اعملوا مثله. خلوا الصغار يجوا لعندي وما تمنعوهم، لأنه ملكوت السماوات للي زيهم. الحقيقة أنه اللي ما بيقبل ملكوت السماوات زي طفل صغير مش راح يقدر يدخلها، واللي بيقبل طفل باسمي بيقبلني، واللي بيقبلني بيقبل اللي بعتني، لأنه أصغركم هو أعظم واحد. يسوع الناصري مارق من هون. يسوع يسوع
يا ابن داود دخيلك يا سيدي ارحمني. شو بدك اياني اعمل لك؟ بدي اشوف مرة تانية. فتحهم، ايمانك شفاك. انا شايف، انا شايف، انا شايف. فعلا هذا الإنسان نبي. يا سيدي خلصني. يا رب خلصنا، خلصنا. دلنا على الطريق يا رب. وبلش الناس يآمنوا أن يسوع المسيح رب. وكان في أريحة جابي ضرايب اسمه زكا، إجا عشان يشوف يسوع، بس لأنه في أزمة كبيرة ما قدر يشوفه فتشعبط على الشجرة. انزل يا زكا، اليوم بدي أزورك في بيتك. ببيتي؟ مين بده يدخل بيت رجل خاطئ؟ من وين زكا بيعرف يسوع؟ اسمعوا، بعطي نص اللي بملكه للفقراء، وإذا كنت ظلمت حدا راح أرجع له أربع مرات أكثر. مش مصدق جاب ضرائب يرجع فلوس الناس. مستحيل. اليوم صار خلاص لهذا البيت، لأنه هذا الرجل كمان من نسل إبراهيم، وابن الإنسان أجا عشان يخلص الهالكين. اسمعوا، راح نروح لأورشليم حتى يتم اللي كتبوه الأنبياء عن ابن الإنسان، عن تسليمه للرومان واستهزائهم فيه وإهانته والبزء بوجهه وجلده وصلبه. بس في اليوم الثالث راح يقوم. ومع انه المسيح كان عارف انه رح يموت عشان خطايا الناس، طلع على اورشليم، وكتير من الناس فرحوا وغنوا وهتفوا بجينته وقالوا: مبارك الملك الجاي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الاعالي. يا معلم خلي تلاميذك يسكتوا. أنا بقولكم لو هم سكتوا فهاي الحجارة راح تبلش تصيح لحالها. سلام مجد رومي. ماشي.
ولما صار قريب من مدينة أورشليم وشافها بلش يبكي عليها. لو كنت بيومك هذا تعرفي طريق السلام، بس هو مخفي عنك. رح يجي يوم ويجوا فيه أعدائك ويحاصروك ويحوطوك بالمتاريس من كل ناحية ويهدوا سوارك عليك وعلى أولادك، وما يتركوا فيك حجر على حجر لأنك ما عرفت الوقت اللي الرب استفقدك فيه. ولما دخل الهيكل لقى ساحته محل التجار يبيعوا ويشتروا. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، عشر، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرين، 21. كان الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة وجهة الشعب بيطالبوا بموته، بس الشعب كان متعلق فيه. سمعت انه كتير ناس استقبلوه زي الملك. ملك؟ ملك الحرامية والشحادين، مر علينا كتير مثله، أجوا وحكوا زيه وراحوا. مش شايف انه عدد اتباعه عم بيزيدوا كل يوم؟ الناس بحبوه بفكروه انه ملك. أنا بعطيكم تحذير، إذا أخل هذا الرجل بالأمن مرة تانية راح أحملكم المسؤولية. بيحكي صح، صار الوقت نواجه الجليلة. ولما كان يسوع ينتقد رجال الدين والمنافقين كانوا أتباعه بيزيدوا يوم بعد يوم، وأعداؤه والناس اللي بتعارضه كمان كانوا يزيدوا. وهو في الهيكل شاف ست أرملة فقيرة عم بتقدم فلسين. تقدريش تعاطي كمان؟ بدي أقولكم هاي الأرملة قدمت أكتر من الباقيين، لأنه الباقيين أعطوا من فضلة اللي عندهم، أما هي مع إنها فقيرة قدمت كل اللي عندها. قلنا بأي سلطان بتحكي هالكلام؟ مين أعطاك إياه؟ وأنا كمان عندي سؤال، قل لي معمودية يوحنا كانت من الله ولا من الناس؟ شو بدنا نجاوب؟ إذا قلنا من الله راح يقولنا ليش ما آمنت فيه؟ إذا قلنا من الناس، الناس راح تضربنا بالحجار لأنهم بيأمنوا إنه يوحنا نبي. الحقيقة ما منعرف من وين. ولا أنا بقولكم بأي سلطان بعمل هاي الأشياء. كان مرة في إنسان غرس كرم عنب وسلموا لفلاحين وسافر لفترة طويلة، ولما أجا ميعاد أطف العنب بعت خدامه للفلاحين
عشان ياخد نصيبه من المحصول، والفلاحين ضربوا الخدام وما أعطوه أي شيء، فبعت لهم واحد تاني بس برضو ضربوه وأهانوه ورجعوه إيد ورا وإيد قدام، فبعت لهم خدام تالت وهم ضربوه وجرحوه ورموه برا. فقال صاحب الكرم لنفسه: شو بدي أعمل؟ ما في غير أبعت ابني حبيبي، أكيد رح يحترموا ابني. بس هم لما شافوه تآمروا عليه وقالوا: هذا هو الوريث، خلينا نقتله عشان ناخذ ورثته. احكي لنا كمان يا رب. فأخذوه برا الكرم وقتلوه. شو برايكم لازم يعمل صاحب الكرم بالفلاحين؟ رح يجوا يقتلهم ويسلم الكرم لناس تانين، ولا شو معنى المكتوب؟ الحجر اللي البنائين رفضوه وقللوا قيمته صار هو حجر الزاوية الأهم، كل اللي بيوقع على هذا الحجر بيتهشم، وكل اللي بيوقع عليه الحجر رح يكسره تكسير. يا معلم، بنعرف انه كل تعليمك فيها حق، وبنعرف انك ما بتتوجهن بس بتعلم طريق الله للإنسان. قللنا مسموح إلنا ندفع الجزية للرومان ولا مش مسموح؟ دير بالك شكله عم يختبرك. فرجيني دينار. لمين هاي الصورة وهاي الكتابة؟ لقيصر. إذن اللي لقيصر أعطوه لقيصر، واللي لله أعطوه لله. شو بترد على هذا الكلام؟ وقرب عيد الفصح، ذكرى نجاة شعب إسرائيل من إيد فرعون، وكان لازم الناس يذبحوا خروف الفصح. فبعت يسوع بطرس ويوحنا عشان يحضروا عشاء الفصح. اشتهيتها شهوة انه اكل معكم في هذا الفصح قبل ما اتعذب. بدي اقولكم، انا مش راح اكله معكم مرة تانية لحد ما يتم القصد من الفصح في ملكوت الله. مبارك انت يا رب الهنا، يا ملك الكون، يلي بتطلع ثمر من الكرمة. خدوا هذا واشربوا منه كلكم، لأني مش راح أشرب من عصير الكرمة حتى يجي ملكوت الله. مبارك أنت يا رب إلهنا، يا ملك الكون، يلي بتطلع الخبز من الأرض. هذا هو الجسد اللي بيتقدم بدالكم، اعملوا هيك عشان تتذكروني. هذا الكاس هو العهد الجديد بدمي اللي راح ينسفك بدالكم. بس ايد اللي بده يسلمني راح تنمد معي على السفرة، وابن الانسان راح يموت زي ما الله بده، بس يا ويله اللي راح يخونه ويسلم. شو؟ اسألوا عن مين قصده؟ مستحيل. مين اللي راح يسلمك يا رب؟
خلي الكبير فيكم زي الصغير، والسيد زي الخادم. مين هو الأكبر؟ اللي بيقعد على الطاولة ولا اللي بيخدم؟ طبعا القاعد على الطاولة، بس أنا بينكم زي الخادم. أنتوا اللي ضليتوا معي في تجاربي، وزي ما أعطاني الآب إنه أملك، هيك كمان بعطيكم إنه تاكلوا وتشربوا على طاولتي في ملكوتي، وتقعدوا على عرش أصباط إسرائيل 12 وتحكموها. يعني فيش حدا خاين؟ سمعان سمعان اسمعني، الشيطان بده يجربكم كلكم عشان يضيعكم ويغربلكم زي ما بيغربل الفلاح القمح. بس أنا صليت لك يا سمعان عشان ما تفقد إيمانك، ولما ترجع لإلي لازم تقوي إيمان إخوتك. يا رب أنا مستعد إني أروح على السجن معك وأموت معك كمان. أقول لك يا بطرس، مش راح يصيح الديك اليوم قبل ما تنكر إنك بتعرفني 3 مرات. احتجتوا شي لما بعتكم بدون فلوس ولا زوادي؟ لا ابدا. بس هلا اللي عنده زوادي لازم ياخدها معه، واللي ما عنده سيف خليه يبيع توب ويشتري سيف. واقولكم في الكتاب مكتوب انه احصي مع اثمه، واللي مكتوب عني رح يتحقق. اتطلع، هاي في سيفين هون يا رب. بيكفي. واجتمعوا شيوخ الشعب عشان يتشاوروا بيناتهم كيف يتخلصوا من يسوع. ودخل الشيطان في يهوذا اللي لقبه الإسخريوطي، وهو واحد من التلاميذ 12، وراح يهوذا لشيوخ الشعب عشان يتفاوض معهم كيف يسلم لهم يسوع. وبهالوقت كان يسوع ترك أورشليم وراح على جبل الزيتون عشان يصلي. صلوا عشان ما تدخلوا بتجربة. وقبض يهوذا مقابل تسليمه لسيده 30 من الفضة. وكان يسوع عارف انه قربت الساعة اللي رح يموت فيها عن خطايا البشر، فصلى وقال: يا أبوي، إذا كنت بدك زيح عني هذا الكاس، بس خلي تكون إرادتك أنت ومش إرادتي أنا. وظهر له ملاك من السماء عشان يشد عزيمته، وصار عرقه زي نقط دم تنزل على الأرض. ليش نايمين؟ قوموا وصلوا انكم ما تدخلوا بتجربي.
يهودا. ببوسي بتسلم ابن الإنسان؟ يا رب بدك نضربهم بالسيف. يلا قبضوا عليه. بكفي يا بطرس. معجزة. أنا مجرم عشان تجوني بالعصي والسيوف؟ كل يوم كنت معكم في الهيكل وما مديتوا إيدكم علي، بس هلأ أجا وقتكم. أنتوا سلطان الشر. قبضوا عليه. احرسوه كويس. والجنود اللي كانوا يحرسوه كانوا يضربوه ويستهزئوا فيه. تفضل يا صاحب الجلالة. هذا توب ملكي. قلنا شو راح يصير. بدك تخلصنا يا صاحب الجلالة؟ بدك تخلصنا؟ هذا الرجل كان مع يسوع. يا ستي أنا ما بعرفه. شفتهم مع بعض. يا سيدي نحن خدامك المطيعين. شو شعورك يا صاحب الجلالة؟ انت كمان واحد منهم. بس انا مش منهم. أنا متأكد إنه هذا الرجل كان مع يسوع زي ما أنا متأكد إنه جليلي. بعد عني. مش عارف عن شو عم تحكي. ووقتها التفت يسوع على بطرس، فتذكر بطرس اللي قال له يا يسوع مش راح يصيح ديك اليوم قبل ما تنكر انك بتعرفني 3 مرات. يا رب بترجاك يا رب اعمل حسب عظمة قدرتك يا رب. انت اللي غفرت لأبياتنا لما عصوا كلامك يا رب. انت غضبت عليهم بس ما افنتهم عشان محبتك لهم وعهدك معهم وامانتك. سامحتهم فسامحني. مين اللي ضربك؟ نبأ مين اللي راح يضربك. بكفي. بقول بكفي. هتولي اياه على المجلس. يلا. واجتمعوا رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب عشان يستجوبوه.
قلنا انت هو المسيح؟ اذا حكيت لكم ما راح تصدقوني، واذا سألتكم سؤال ما راح تجاوبوني. لكن من هاللحظة ابن الانسان راح يقعد على يمين عرش الله. اذا انت ابن الله؟ انت قلت انا هو. بأي سلطان بتقول هالكلام؟ احنا كلياتنا سمعنا ايش بيحكي. بدنا ناخده لبيلاطس. ايوه خذوه وديه عند بيلاطس. حرك. فأخذوا لبيلاطس واللي كان أكثر حاكم روماني قلبه قاسي، ويا ما صلب ناس. خير؟ شو اللي جيبكم؟ شو في جايين على الصبح؟ هذا الرجل عامل فتنة بين الشعب وعمل مشاكل بسوق الهيكل. شو رح يكون عقابه؟ احكم عليه. أنا مش شايف أي سبب وجيه عشان أدين. ولعناه مذنب، عم بحرض الناس ما يدفعوا الضرائب لقيصر، وبيقول عن حاله إنه المسيح الملك. ملك؟ انت هو ملك اليهود؟ انت اللي بتقول. بلش في الجليل وهلأ وصل لهون. الجليل؟ هو من الجليل؟ بهالحالة رح اخلي هيرودس يحكم عليه، هو لساته هون في اورشليم. يلا خدوه لعنده. شو بتقول عن حالك؟ ومين هدول اللي بتسميهم تلاميذك؟ سمعت من كتيرين انك تعمل معجزات. اعمل لي معجزة لإلي. يا سيدي، هذا عم يفسد الشعب كله وبيقول عن حاله الملك. هذا الرجل الملك؟ يا صاحب الجلالة، قدموا له التحية. رجعوا لعند بيلاطس لأنه هاي ولايته. هالرجل ما عمل أي شيء بيستحق الموت. رح أأمر إنه ينجلد ورح أطلعه.
انت مجبور انك تطلع لنا سجين على عيد الفصح. طلع لنا باراباس. ايوه باراباس. خذ هذا الرجل. ايوه طلع لنا باراباس. انت انت جلدو. وظل الشعب يصيح بصوت عالي: أصلبه أصلبه. لحد ما استجاب بيلاطس طلبهم وطلع لهم باراباس المجرم اللي كان مسجون بتهمة القتل ونشر الفتن، وحكم انه يصلبوا يسوع المسيح. سمعاني القيرواني سيدي. تعال هون. اقطعوا الحبال. انت ملها. يلا تحرك. لورا. لورا. عن الطريق. حزنانين عليك يا رب. اشرب 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 يا رب. يا بنات اورشليم، ما تبكوا علي، ابكوا على حالكم، على اولادكم. اذا كان هيك عم بيعملوا بالغصن الاخضر، كيف رح يعملوا في الغصن اليابس؟ الله يكون بعونك، رح نصلي لك. حرك ابعد بسرعة، حرك ازرع، حرك حرك، يلا تحرك بسرعة، اوام اسرع، حرك يلا انت حرك بسرعة. Thank you.
خلصوني. يا أبتي سامحهم لأنهم مش عارفين شو عم بيعملوا. خلص كتيرين، خليه يخلص حاله. خلص حالك. إذا كنت أنت المسيح انزل عن الصليب. اعمل معجزة. صلب يسوع بين اثنين حرمية، وهيك صار اللي تنبأ فيه أنبياء الله من مئات السنين. اطلع على الشكل هذا، التوب الملكي. هاي مسكتو اكلتو. لا تمزعو، اسمعني شوي، طول بالك علي. يلا نتراهن عليه. هات نتراهن عليها. هون 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 يلا هون. يلا راهن راهن يا محظوظ، ربحت التوب. شو بدك تعمل فيه هلا؟ وحطوا على راسه لوح صغير مكتوب عليه هذا هو ملك اليهود. خلص حالك إذا كنت أنت ملك اليهود. انت المسيح؟ خلص حالك وحالنا. انت ما بتخاف الله؟ هو عماله بيتعاقب
زينب مع انه ما اذنب باشي. ذكرني يا رب لما بتكون في ملكوتك. الحقيقة بقولك انك اليوم راح تكون معي في الفردوس. كان وقت الدنيا ظهر، وفجأة عتمت الارض لمدة 3 ساعات لحد الساعة 3 بعد الظهر. وانشق حجاب الهيكل من نصه. يا أبتي، بين إيديك بسلمك روحي. ولما شاف قائد الحرس اللي صار، مجد الله وقال: المجد لله. حقيقة هذا الإنسان كان بار. وكان في رجل تقي اسمه يوسف الرامي، عضو في مجلس للشيوخ، وما كان موافق على صلب المسيح، فراح عند بيلاطس واخذ اذن انه ينزل جسد يسوع ويدفنه قبل ما تغرب الشمس ويدخل السبت. رح نجيب العطور والزيوت عشان ندهن فيهم جسد الرب. رح أساعدكم، بس بسرعة لأن السبت قرب. في فجر يوم الأحد أجوا على القبر وهم حاملات معهم أطياب وعطور زكية كانوا محضرينها. فلاقوا الحجر مزيوح من محله، ولما دخلوا ما لاقوا جسد يسوع. ليش عم تطلبوا الحي بين الأموات؟ هو مش هون، هو قام.
تتذكروا اللي حكى لكم إياه لما كنتوا لسه في الجليل؟ راح يتسلم ابن الإنسان لأيدي الأشرار وينصلب، وفي اليوم الثالث راح يقوم حي. اسمعوا، الحجر مسيوح من محله، فدخلنا ما لقينا جسد الرب هناك. جسد الرب اختفى؟ ظهر لنا رجلين ملكين منورين زي الشمس، وقالوا لنا: ليش عم تطلبوا الحي بين الأموات؟ عم نحكي الحقيقة. هذا صحيح، صدقونا. شفناهم، روحوا شوفوا بعينيكم، القبر فاضي والرب مش هناك. بطرس، لازم تصدقنا. وظهر يسوع لاثنين من تلاميذه، فرجعوا للباقيين فرحانين. الرب فعلا قام، وهو ظهر لبطرس. لما شفناه بالطريق ما عرفناه، بس لما قسم الخبز ساعتها عرفناه. فمواس غريب انه يروح لهناك. السلام لكم. شو مالكم مش مصدقين؟ وليش في شكوك عم تدخل لقلبكم؟ اطلعوا على ايدي ورجلي وتأكدوا هذا أنا. المسوني وتأكدوا. الروح ما إله لحم وعظم زي أنا. هذا هو اللي قلت لكم إياه من قبل لما كنت معكم، إنه لازم يتم كل المكتوب عني في شريعة موسى وكتابات الأنبياء والمزامير. هذا هو المكتوب، إنه المسيح رح يموت ويقوم من الموت في اليوم الثالث، وباسمه رح يتبشر برسالة التوبة ومغفرة الخطايا لكل شعوب الأرض، والبداية في أورشليم. وانتو شهود على هذا الكلام، وهي انا ببعث معكم وعد الله الآب. خليكم هون لحد ما تنزل عليكم قوة من الأعالي. السلام لإلكم. انعطالي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، عشان هيك روحوا لكل العالم، علموهم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم إنه يعملوا كل اللي وصيتكم إياه، وأنا رح أكون معكم كل الأيام حتى نهاية العالم. آمين. من سنين طويلة كتب الأنبياء في الكتاب المقدس إنه الله رح يبعث المسيح تيخلص الخطاة ويتصالحوا معه. حياة يسوع فرجتنا إنه بالفعل هو المخلص اللي الله وعد إنه يبعثه للعالم.
النبي أشعياء تنبأ وقال العذراء رح تحبل وتولد ولد، وهذا اللي صار بقدرة الله، وإنه مريم حبلت وهي عذراء وولدت يسوع. كمان مكتوب بالإنجيل المقدس إنه معجزة الولادة كانت علامة من الله إنه هذا الطفل هو المسيح واللي الله بناديه ابنه. لما الناس شافوا يسوع شافوا كمان قوة وقدرة الله، شفى الناس وغفر خطاياهم ووعدهم إن كلهم مكان في ملكوت السماء. مات يسوع وضحى بحياته وأخذ قصاص كل البشرية، وبعدها قام من الموت، وهيك فرجانا إنه قوته أعظم من قوة الموت. يسوع المسيح قال أنا عندي القدرة إنه أعطي حياتي والقدرة إنه أخذها. حياة يسوع تممت شو تنبأ الأنبياء، وأكدت إنه كلمة الله هي من دون تحريف وإنها أبدية زي ما قالوا الأنبياء. يسوع كمان قال كلامي مش رح يزول. إجا يسوع عشان يعطينا الحياة والأفضل زي ما كانت الحياة لما خلق الله آدم وحواء، لكن البشر ما صدقوا الله وما أطاعوه، وهذا التصرف المخجل سبب البعد عن الله. الإنجيل المقدس بيقول إنه كل البشر أخطأوا وأساس الخطية هو الموت. الناس اللي أخطأوا ما بيقدروا يعيشوا في علاقة مع الله، وزي ما الله دبر كبش تيموت بدل ابن إبراهيم، الله بعت يسوع تيموت بدل نسل آدم. عمل الله هذا الشيء عشان كل اللي رح يآمنوا فيه ويعطوا حياتهم للمسيح بيكون لهم علاقة مع الله. فكل اللي بيتبعوا المسيح رح ينجوا من عقاب جهنم ويعيشوا مع الله للأبد. لما قام يسوع من الموت قال لأتباعه إنه باسمه رح يقدر كل البشر ياخدوا غفران الله لخطاياهم، وهذا الشيء متاح لكل اللي بيتوبوا. يسوع كمان قال إنه رح يبعث الروح القدس عشان يكون مع أتباعه ويورجيهم الحق ويعطيهم القوة عشان يمشوا في طريق الله. لما الخاطية تابت عن خطاياها وقررت إنها تتبع المسيح، يسوع قالها خطاياك مغفورة، إيمانك خلصك. يسوع قال إنه الناس لما بتحب الله بأمانة هاي علامة إنه الله غفر لهم خطاياهم. يسوع المسيح بينادي كل الناس اليوم إنهم يمشوا وراه. إذا بدك تصير اليوم من أتباعه ويكون لك علاقة معه، بتقدر تصلي وتطلب منه هذا الشيء بكلمات مثل هيك: يا الله أنت عظيم وعالي، بشكرك إنك بتحبني، أنا ندمان إني عصيت وصاياك وأخطيت ضدك، بشكرك إنك بعت المسيح تيموت على الصليب بدالي وإنه قام من الموت مرة تانية، أشكرك إنه تألم عشان عقاب الخطايا اللي أنا عملتها، أنا بدي أتبعك وبآمن بيسوع كربي ومخلصي، أشكرك لأنك غفرت خطاياي وفتحت قدامي الباب علشان أدخل لعندك ولملكوتك. بطلب منك تعطيني الروح القدس عشان يمشيني في طرقك وعشان يقويني حتى أحبك من كل قلبي وأعيش الحياة اللي بترضيك. أشكرك لأنك سمعت صلاتي. آمين. يسوع قال لأتباعه خرفاني بتسمع صوتي وأنا بعرفها وهي بتتبعني. اللي بيتبعوا المسيح بيجتمعوا مع بعض وبيدرسوا كلمة الله الكتاب المقدس كل يوم، وبيتعلموا يعيشوا زيه ويحكوا للناس عنه. فيسوع بيقويهم من خلال قوة الروح القدس اللي ساكنة في قلوبهم، وكمان بيصدقوا كلام يسوع اللي قاله قبل ما يطلع للسماء لما قال
انعطالي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وأنا رح أكون معكم كل الأيام حتى نهاية العالم.